صباح النور البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان ويلقاكم لا فيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. كي غادي نختي مع رمضان، غلبكم ولا غلبتوه؟ انا هاد النهار هذا بالضبط اللي صورت لكم هاد لا فيديو عرفتوا شداتني واحد السخفه مع جوايا ديك الثلاثه، وحسيت براسي عييت ديال بصح، وعرفتوا مول الفطور جاني الموت ديال النعاس. المهم هاد النهار هذا حسيت بشويه ديال العيا، ولكن الحمد لله. كيف بقيتوا نتوما؟ اموركم مزيان؟ ايوا كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. لا فيديو ديال اليوم البنات غنشارك معكم روتين من الروتينات اللي كيعجبوكم. غدوزوا معايا النهار كامل من الصباح حتى الليل. كيف ما شو بديتو معكم من الصباح، كيف فقط دخلت ندوج حيتاش كنت كنحس براسي عيانه، وانا الدوش هو اللي كيواقضني، بالخصوص فاش كنغسل شعري كنحس براسي تواقض. يلاه فقط صافي البنات، دوشت، درت لي كرون ديالي، درت شويه ديال البلاش، وانا غادي نجمع الدار شويه. ما كانش عندي مرونه بزاف، ولكن قلت هكا ندوز عليها شويه. بديت بيتي هو الاول غادي نمسح له المرايات. كانت عندي، شوفوا عندي الدنيا نقيه، انا كنجمع بالليل، ولكن راكم عارفين واخا كنجمعوا بالليل راه ماشي بحال الجميع ديال النهار، وما عنديش اللي غادي يرول ليا. راه هكا المرايات شفتهم تغبروا شويه، شفت شويه ديال الغبره، قلت نجمعها. كان مازال الحال على الوقيتة باش غادي ندخل الكوزينه، خلاص صلاتي راني صليتها، قريت شويه ديال القران ونط. صافي هادشي اللي كاين. مسحت المرايات كيف ما كتشوفوا كانوا مطابعين، مسحت الغبره، مسحت هاد المرايه اللي عندي في الدخله ديال الباب، وغادي نجمع الدار جميع اللي خفيف. تقولوا لي نتوما واش كتجمعوا بالليل ولا كتخليوا الروينه للصباح؟ المهم انا كل مره شنو كندير، المعنات ديال السحور اللي الصراحه كنخليهم حتى للصباح بعض المرات، والله الا كان عيا عرفتوا راه كنقي الوقفه النهار كامل، وزائد التصوير كيشد الوقت، ويقدر يبان لكم باللي راه زعما داكشي اللي كندير راه ساهل بسيط. انا براسي فاش كنتفرج في فيديو كنقول صافي زعما راه زعما ما متعوبش عليا، راه حاجه اللي بسيطه، ولكن اختي راه تماره. يعني بالتصوير ولا بلا التصوير، غير التصوير شويه كيزيد هكايا في التضييع، ماشي تضييع ديال الوقت. كما كنقول لكم في عوض ما غندير الحاجه مثلا في ساعه غنولي نديرها في ساعه ونص، هادشي اللي كاين. المهم جمعت بيتي، عطرتو بداك المعطر البنات، خذوه جربوه زوين. فيه ريحه ديال العود، ولكن حلو، ماشي داك ريحه العود القاصح عرفتو، زوين. باغا نشري حتى بغيت نشري البخور ديالو، عرفتو ريحه غزاله. وفاش كنعطر بهاد العطور ما كنحتاجش نطلق البخور من بعد، حيت هما كيكون فيهم ريحه العود. المهم كيف ما شفتو عطرت بيتي، جمعتو بيت الكلاص هو كان نقي، دوزت عليه غير شتي طيبه، جففت الدار كامله بساني كروا، درت هذاك ديال الحامض عرفتو كيخلي ريحه زوينه وخفيف ما قاصحش. ودخلت الحمام حتى هو، المرايه ما غسلتهاش غير مسحتها، حتى هي كنلقاها مطبعه. لافابو اللي ضربت له حكايه البنات، راه قطعت معاك الفيديو وحكيت الحمام مزيان، يعني راه ماشي غير لافابو، غير كنتعذب مع التصوير وصافي، وقلت ما كاينلاش. المهم بعدا اعزكم الله دخلتكم معايا الحمام، صافي حكيته حتى هو، غسلته مزيان بشويه ديال ثانيه كروا، علقت فيه فيطات نقيين. واخر حاجه درت قبل ما غندخل الكوزينه هي طلقت البخور. واحد الحاجه البنات راه مشات ليا من بالي، انني ما خاصنيش نطلق البخور قبل من الفطور، عرفتو مشات لي من بالي، حتى قالوها لي البنات في الانستغرام قالوا لي زكيه راه ما عرفتش واش البخور، ما عرفتش كيبطل الصيام ولا لا. مهم انا عارفه زعما هاد القضيه ديال خاصه اني نبخر حتى المور الفطور، ولكن راه مهم نسيت، مشات ليا من بالي. صافي طلقت شويه ديال البخور، انا كنبخر وكنحطو في الصالون، وكنخليه ديك الريحه هكايا كدور في الدار. عرفتو فاش كنخرج وكنجي داخله للدار من باب الدار كنشم ديك الريحه زوينه، فاش كيبرد كيعطي ريحه زوينه. وخا صراحه ما بقيتش كنقد عليه بزاف، لان هاد البخور هذا المهم ما سميتو وقيل اهات القلوب، هو ريحته زوينه في الشمه الاولى، ولكن انا ما بقيتش كنقد على الروائح اللي قاصحين كيديروا لي الشقيقه في راسي. صافي البنات من بعد ما ساليت الدار كامله، دابا دخلت للكوزينه. هاد النهار ما دخلتش بكري، مولفا كندخل من مور الظهر، هاد النهار دخلت حتى للثلاثه. غادي نصايب معكم شهيوات اللي ساهلين وبساطو كيوجدوا دغيا دغيا. بديت بهاد الفطائر في العجينه كيف ما شفتوا، دات زلافه عامره مزيان البنات، راه معمراها مزيان ديال الدقيق، زلافه ونص، يعني يقولوا تقريبا جوج زلايف، لان ديك الزلافه الاولى راني كنت معمرها مزيان. زدت نص زلافه ديال الفينو، شويه الملحه، شويه ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، تقريبا معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه. صافي وجمعت ديك العجينه بالماء دافي ودلكتها مزيان البنات، راه غير قطعت معكم التصوير. المهم بقيت كندلك فيها ندلك فيها ندلك فيها حتى ترخفات ليا في يدي، باش غنفرقها نيشان ما نبقاش كنضيع الوقت. فرقتها بالزيت ودهنت داك البلاطو ديالي، كندير حاجه انا غير صغيره كيف
كما كنقول لكم، وغطيتها بسلوفان بدون ما نصايب الحشوه. وانا كما قلت لكم كندير زعما القياس ديالنا اللي غادي ناكلوه، ما كنكثرش باش الماكله ما تضيج. بالنسبه لهاد الحشوه البنات سهله وتهي بسيطه، فمقيله كندير الزيت، كنخلط ما بين زيت البلديه وزيت العاديه، ودرت بصيله شلتها طريفات صغار، وعندي هنايا الفلفله الحمراء والخضراء هي قطعتها طريفات صغار، شويه ديال الربيع، شحر داكشي شويه. بالنسبه للعطريه مليحه، الكمون، التحميره، الابزار، شويه ديال زريعه القزبور، الملح البنات راه غير ما تصورات لياش. ودرت تقريبا معلقه صغيره ديال الصوجا، انا كنبغي ندير الصوجا في هاد المملاحات، حتى هي كتعطي واحد النكهه اللي زوينه. منين نزلت لي ديك البصيله وداك الفلفله، زدت السوسيس صافي فاش طابلي، طفيت المقله وزدت زيتون مقطع. هنا البنات صافي العجينه راها طلقات ليا، عرفتوا راها مرخوفه، غادي ندوز باش غادي نطلقها، غادي نورقها مزيان مزيان بالزيت. المهم درت كريسي وجلست على هاد الطبيله هادي باش نخدم وانا مرتاحه، لان عرفتوا البنات والله الا الوقيف ولا كيعييني. صافي كيف ما قلت لكم كنورق ديك العجينه ديالي بزويته مزيان كيف ما غتشوفوا، وغادي نهز شويه من ديك الحشوه. المهم راه لا فيديو شارحه، راه سهره زعما الطريقه راه باينه وواضحه. وغادي ناخذ، ما عنديش ديك الجراره اللي كتقطع، خديت هذيك البنات وقطعت بها كيف ما شو، وبقيت كنلوي كيف ما كتشوفوا. وغادي ندور وغادي نشدها هكا، غادي نقرصها ونقطعها. شفتوا كيفاش كيجيو؟ المهم ما عرفتش شنو سميتهم، المهم فطائر وصافي، ما عرفتش شنو سميتهم. كيجيو على داك الشكل زويون، وحتى في المنظر كيجيو زوينين. المهم البنات انا في الاول نسيت ما ديك الحشوه فاش درتها، نسيت ما درتش الموتزاريلا، حتى لهادو عاد درتها ليهم. تقدروا ديروا الفرماج الاحمر زعما الفرماج اللي بغيتو. كيف ما شفتوا الطريقه راها واضحه وسهلين. صافي وغادي ندهنهم بالصفار ديال البيض، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا، وما كيشدوش الوقت بزاف، نقص عليهم وخليتهم يطيبوا في راحتهم. ساهلين وبساط وبحشوه اللي ساهله، ماشي شي حاجه اللي كثيره. وحتى الا بغيتوا ديروا شي حاجه من الفوق زعما منين دهنوهم بالبيض وديروا شي حاجه من الفوق كتزينوا، صافي ديروا اللي بغيتوا، راه كيجيو زوينين. دابا البنات ندوزوا للحشوه الثانيه، غادي ندير ميني تاكوس، عرفتوا كيجي غزال وبنين. في مقيله درت زويته، درت بصيله صغيره، درت الفلفله الحمراء والخضراء، ودرت الصدوره ديال الدجاج وشويه ديال الكفته. كانوا بقاو لي غير شويه ديال الصدوره ديال الدجاج، وبقات لي تقريبا بزيقه ديال الكفته، قلت اجي نخلطهم مع بعضياتهم. المهم نقديو بداكشي اللي عندنا في الثلاجه، الانسان ما يكلفش على راسو. انا بقى لي شويه ديال الكفته وشويه ديال الصدوره، درتهم خلطتهم مع بعضياتهم. بالنسبه للعطريه انا كندير غير الملح والبزار. كانت كتعجبكم العطريه ديروها، انا كندير غير الملح والبزار. فهاد الشيء هكا مثلا ديال تاكوس ولا هكا، كنبغي غير مليحه وليبزار بركه وشويه ديال الزعتر. انت ليا الحشوه ما غتكفينيش، وانا نزيد عليهم صوصي. صافي البنات هي الحشوه ديالي واجده وتا هي سهله. خديت داك الخبيز ديال الطاكوس قطعته بهذيك اللي كنفرق بها الحرشه، وهنا غادي نخلط لي صوص. درت مايونيز، لاصوص الجيريال، كاتشوب، خلطتهم. وهانتوما كتشوفوا كناخذ ديك الخبيز ديالي وكندير فيه الحشوه، وغادي نفرقها البنات بالكاس، لان انا هكا بغيتها تجيني دايره مرضه. شوفوا هذه الطريقه يلاه طلعت ليا في تيك توك، انا كنت كندير طريقه اخرى. كنت هاد الميني تاكوس اما كنقبضهم بواحد القراصه صغيورين وصافي، كنت كنطيبهم كنحطهم هكا كيجيو زعما مفرقين. ولكن هاد النهار غادي نخليهم في هذيك اللعبه اللي كنصايب فيها الكراتان، غنخليها فيها، جاو حتى في المنظر زوينين، عرفتوا جاو بحال هكا بحال شي وريضه. صافي كيف ما شفتوا كنفرق كنحبسهم بالكيسان باش هكايا ما يتحلوش ليا. شفتوا كيفاش كيجيو؟ وديك البليصه اللي كتبقى الوسط عاوتاني كتاخذوا طريف ديال داك الخبيز ديال الطاكوس كتعمروه وكتحطوه، كيجي حتى في المنظر زوين. ومن الفوق درت شويه ديال الفرماج الاحمر باش يعطيني ديك التعليكه، وتا هو كيعطي منظر زوين. وكان مازال الحال على المغرب، بلاتي عاد ديك الساعه ندخلهم الفرن، لان يعني طايبين، غنبغي غير الفرماج هو اللي غيدوب لي، مازال عليهم الحال. ايوا هاد النهار البنات كيفقت فقت مشهيه حريشات معمرين وكويس ديال القهوه. عرفتوا كنت كنقول ليه فقاش غادي تجي المغرب باش ناكلهم؟ كتصدق لي البنات الحرشه زوينه. شوفوا الحرشه مره كتصدق لي مره ما كتصدق ليش، ولكن فاش كنعطيها لقانه كتصدق لي زوينه. انا كنشارك معكم الطريقه اللي كندير وكتجيني زوينه. هنا البنات انا درت غير نص كيلو ديال السميده، درت معلقه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره المعجونه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، شويه ديال الزعتر، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها، وكنجمع هذا الخليط بالحليب.
واخا كنشوف ديك السميده ديالي هكا جاريه، راه دغيا دغيا كتشرب. كيف ما شو زعما نحتاج نشارك معكم الطريقه، كنعمرهم بالجبن وزيتون كحل. صافي كندير الجبن وزيتون كحل في الوسط، كنجمع ديك العجينه ديالي وكنفرق باش يجيوني كلهم مقادين بهذيك اللعيبه ديال الحرشه. شوفوا راه ديما كنشارك معكم الطريقه، ما كنبغيش في كل فيديو هكا فوق ما زعما نطيبها نشارك معكم داكشي بليدي طيب باش ما تملوش. المهم راه ساهله. صافي كنسخن المقيله ديالي وكنبدا كنطيب، عرفتو كتجي زوينه. كهنا صافي قربت القيسه ديال الفطور، جا راجلي مسكين قال لي اري نعصر عليك الليمون، لان لقاني صافي عيانه مولفه كنجمع الكوزينه عاد كنقص نفطر هاد النهار، خليت حتى المول الفطور، عييت البنات ديال بصح بالوقيف. هذا هو الفطور ديالنا، كما كنقول لكم ديما كل نهار ورزقه، وكل واحد كيطيب داكشي اللي كيتشهى. لان واحد البنت كانت كتبات ليا زعما نتوما جوج ديال الناس هادشي راه كتير، البنات انا راجلي كيتشهى هادشي كنطيبو له. كل وحده طيب لراجلها داكشي اللي كتبغي، وكل وحده طيب لراسها داكشي اللي كتبغي، يعني كل واحد كيدير داكشي زعما اللي كيتنكل. صافي حطيت الطبيله ديالي، شوفوا الحريشات كيفاش كيجيو. هاد الفطائر حتى هما جاو غزالين، جاو فنينه البنات. بقاو لي دوك الملويات معمرين بالكفته من البارح ما يضيعوش، هما سخنتهم وحطيتهم. ايوا صافي كنبقى لي حتى بتيبان البارح، بقاو لي غير جوج حطيتهم، كما قلت لكم حتى شي حاجه ما تضيع. وصافي شويه ديال الحليب شويه ديال العصير، داك الليمون واخا عصرناه قلت ما عرفتي يقدر ما يكفيش، يلاه جانا ثلاثه ديال الكيسان، جبنا واحد اخر من الحانوت، داك العصير حتى هو زوين. صافي هذه هي الطبيله ديالنا، وشوفوا لي هاد التاكوس كيفاش جا. راه انا كندير من الفوق لاصوص الجيريان حيتاش كتعجبني، هادو جا غزاله البنات، جا بنين فراسكم داكشي كامل تنكل. ما كليناهش كامل في الفطور، ولكن انا شنو كندير من بعد ما كنفطروا كيمشي راجلي للخدمه، فاش كيجي ضروري كيخصني داكشي اللي طيبت للفطور نعاود نحطو عاد من بعد السحور، لان ما كنسحروش بكري. صافي دابا من بعد ما فطرنا، عرفتو كان جاني الموت ديال النعاس، وقلت ما نعش نوض قدي شغالاتي، نط جمعت الكوزينه غسلت الميانه تسيقتها، ودابا قلت اجي شويه نتهلا في راسي. تقريبا البنات منين دخل رمضان ما درت شي حاجه لوجهي نهائيا، هملته. وكيف ما قلت لكم غنحاول انني في بعض لي فيديو نبقى ندخل لكم وصفات اللي زوينين باش نحفزكم، حتى انا والله كنبغي نتحفز. قوميتو بهذا القوماج اللي ديما كنشاركو معاكم، كندير فيه القهوه معلقه ديال الكوك، وكنخلط باللوز الحلو. عرفتوا البنات كيقومي بواحد الطريقه اللي زوينه، كيخلي لكم واحد صار طيب، كينقي لكم البشره ديالكم، كتبان لكم نقيه. شوفوا البشره مثلا كتبان لك، كتشوفي في راسك انك عييتي، البشره ديالك كتبان باهته، فاش غديري هاد القماش وغتغسلي وجهك غيبان لك، اتبان لك وجهك تنور، فهمتوني؟ يعني كيعطي واحد النضاره في الوجه. وانا اي قماش كنديرو كتكون فيه الزيت فاش كنغسلو، كنعاود نغسل وجهي بشي جيل نيطوايو، عاد كندير الماسك، لان كيبقى الوجه ميدم. وبالنسبه لهاد الماسك البنات ما يمكنش حال زوين، درت فيه معلقه النشا، معلقه ديال النيدو، معلقه ديال الحمص مطحون، معلقه ديال الشوفان مطحون، وخديت نص بطاطا ونص خيزويه حكيتهم، وعصرت داك الماء ديالهم، خلطت ودرتو على وجهي. عرفتو كيعطي واحد النضاره، واحد التفتيح، كي واحد اللون كينقي الوجه، كيحيد البنات ليطاش من الوجه الا داومتو عليه، وكيحيد الهالات السوداء. انا البنات في رمضان شويه كيوليو عندي غير واحد شويه، غتشوفوني بلي فاش درت الماسك طلعتو على عيني، ما كيدير حتى شي حاجه، ما كيدير لا حساسيه لا والو، لان بطاطا وخيزو راه خطيرين في التفتيح ديالها كامل تحت العينين. راكم عارفين دابا رمضان كنسهروا، النعاس تخربق لينا، مازال ما ولفناش، انا بعدا تخربق ليا النعاس، ما كنشبعش النعاس، شويه عيني كيوليو كحل من التحت. هاد الماسك تقدو ديروه جوج ديال المرات في السيمانه، تل ثلاثة ديال المرات، ما فيه حتى شي اضرار غزاله البنات. عرفتوا كاع دوك المكونات اللي درتهم فيه خطيرين في التفتيح ديال البشره، واكيد البنات وضروري من بعد ما تحيديه من وجهك رطبي، لان اختي هاد الماسك كينشف لك وجهك. شوفوا واخا تكون البشره ديالكم ناشفه، غير ديروه فاش ديريه وتحيديه، ديري الكريم اللي انت كتستعمليه ولا السيروم اللي كتستعمليه، كل وحده دير داكشي اللي كيوافق لها البشره ديالها. ونحاولوا اننا في رمضان ما نبقاوش مقابلين غير الكوزينه الكوزينه الكوزينه، شويه هكا شويه هكا، غنحاول انني باش نبقى كنحفزكم نبقى نشارك معكم وصفات وداكشي اللي كندير. المهم كيف ما شفتم بعد ما حيدت الماسك رطبت وجهي، درت شويه ديال البلاش، طراسي تحجباني، عرفتوا راني قيلت عيانه ما نقول لكمش، حال
عرفتي كيفاش وليت؟ عرفتو وليت صفراء وليت عيانه. بعدا البلا شويه كيدير فينا خير، كيطيح علينا شويه ديال الستر وما كنبقاوش صفيفرين. ايوا صافي، المات بدلت ديك البيجامه، راه قيلت بها نهار كامل، صايبت شعري، درت له السيروم ديالو، رطبت يديداتي. عرفتو والله من بعد ما كنساليش غلاتي في النهار كامل، كنشوف يدي كنتخلع كيتمشقوا، ولكن من بعد فاش كندير لهم شي كريم الحمد لله كينسق كينقص داك التمشاق. حتى اليديدات ما تنساوهمش. صافي تعطرت وحده، انا غتكون نهايه ديال لا فيديو. بيزوات، نهاركم مبروك.